الإخوان، هذا موضوع قلما التفت إلى إصغاء إليه ومتمثل في مجموعة من المواعيد التي خلفها لنا والأمثال والعبر التي خلفها لنا أسلافنا، وهي مواضيع كانت مشحونة بعدد من العادات والسلوك والأخلاق التي يجب أن ننهجها ونربي أبناءنا عليها، وهي عبارة عن وصايا عظيمة هامة تنفعنا في حياتنا، ومن جملتها وهي ملتقات من أقوال وحكم ووصايا بعد خلفاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك بعض الحكماء والعلماء الأجلة. من جملة هذه الوصايا والمواعظ قال أبو بكر الصديق الخليفة الأول الراشدي رضي الله عنه: من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. معنى أنه أيضا قال: الظلمات خمس والسرج لها خمس، حب الدنيا ظلمة والسراج لها التقوى، والذنب ظلمة والسراج له التوبة، والقبر ظلمة والسراج له لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح، والصراط ظلمة والسراج له اليقين. ومن وصايا ومواعظ عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب: يا أحنف ويوسيه، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وعنه أيضا في البحور أربعة: البحور أربعة، الهوى بحر الذنوب، والنفس بحر الشهوات، والموت بحر الأعماق، والقبر بحر الندامات. وقال أيضا: أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة، مخالط الصالحين فضيلة، الاقتداء بهم فريضة، وتلاوة القرآن فضيلة، العمل بالفريضة، وزيارة القبور فضيلة، والاستعداد لها فريضة، وعيادة المريض فضيلة، واتخاذ الوصية فريضة. وقال عنه أيضا: إن ذرية الشيطان تسعة، أو تسعة منهم. ومن وصايا ومواعيد سيدنا عثمان رضي الله عنه أيضا قال: من ترك الدنيا أحبه الله تعالى، ومن ترك الذنوب أحبته الملائكة، ومن حسم الطمع، من حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون. وقال عنه أيضا رضي الله عنه: إن المؤمن في ستة أنواع من الخوف، أحدهما من قبل الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان، والثاني من قبل الحفظة أن يكتب عليه ما يفتدى به يوم القيامة، والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله، والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة، والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن ذكر الآخرة، والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل به فيشغل عن ذكر الله تعالى. هكذا هي
ستة مؤمنين، ستة أنواع من الخوف، ومن مواعظ سيدنا علي كرم الله وجهه. قال: إن أغنى الغنى العقل، أكبر الفقر الحمق، أوحش الوحشة العجب، وأكرم الكرم حسن الخلق. قال: قلت يا أبتي هذه الأربع، فعلمني الأربع الأخرى. كان يوصي أحد أبنائي رضي الله عنه، قال: إياك مصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضر، وإياك مصادقة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب، وإياك مصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك مصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. وقال كرم الله علي كرم الله وجهه في مواعظ أخرى ووصية أخرى: أوصيكم بخمس، لو ضربت علي أباط الإبل كان قليلا، لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وإذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. أعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد. قال عنه رضي الله عنه كذلك وكرم الله وجهه: ثلاثة يزيدنا في الحفظ ويذهبنا البلغم: السواك والصوم وقراءة القرآن. عنه أيضا: إن أصعب الأعمال أربع خصال: العفو عند المقدرة، العفو عند الغضب، والجود في العسرة، والعفة في الخلوة، وقول الحق لمن يخاف ويرجوه. هذه وصايا إخوان استقيتها لكم، أسأل الله بها أن ينفعنا وإياكم بها. وأضيف كذلك من مواعظ سيدنا أبي عبيد بن الجراح: ألا رب مبيض لثياب مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، إضراء السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق السيئات حتى تموت غمرهن. ومن وصايا ومواعظ سيدنا عبد الله بن مسعود: ثلاثة أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت عليها لبررت، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيولي غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوم إلا جاء معهم، والرابعة التي لو حلفت عليها لبررت، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة، ستر عليه في الآخرة. وفي مواعظ أخرى قال عبد الله بن مسألة: لا تعادوا نعم الله. قيل له: من يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راضي بقسمتي. هذه أعمال الحاسد. وعنه أيضا قال: أربعة من ظلمة القلب: بطن شبعان من غير مبالاة، وصحة الظالمين، ونسيان الذنوب الماضية، وطول الأمل. وأربعة من نور القلب: بطن جائع من حذر، وصحبة الصالحين، وحفظ الذنوب الماضية، وقصر الأمل. ومن مواعظ علي بن الحسين رضي الله عنه قال: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وآخرين عبدوا رغبة فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال أيضا: عجبت المتكبر فخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار الآخرة. وإلى موضوع آخر بحول الله.